هل الكادر التدريبي لمنتخبنا الأولمبي العراقي بقيادة كأس آسيا يتواجدون في تدريبات المنتخب الأولمبي العراقي لمتابعة اللاعبين استعدادا لمواجهة طاجكستان يوم غدا إن شاء الله في الساعة 9 مساء؟ نتمنى مراغيشن شباشر ما يكرر نفس الأخطاء مع لعبة تايلاند، أن يبدأ بالمحترفين علي الموسوي يلعب جناح، أمين الحموي يلعب مهاجم، وبلندي يلعب جناح أيسر وخلف علي جاسم، وبالدفاع يوسف الإمام ورومان دولاتشي، لأن باكر ذا خسرنا رسميا راح نغادر بطولة آسيا تحت 23 عام وعدم التأهل إلى باريس. كل التوفيق لمنتخبنا الأولمبي العراقي ونتمنى لهم الفوز إن شاء الله يوم غدا. اكتبوا لنا بالتعليقات توقعاتكم للمباراة. هسه يصير يخلون كاساس بدار عرفش ليش هاللعبتين؟ هاي ما ضحكني غير طالب شلوب يقول أغلب تايلاند وحدي. القنوات الناقلة لمباراة العراق وطاجكستان يوم غدا SSC إكزترا قناة الرابعة الرياضية العراقية. وتقدرون تشوفون اللعبة بث مباشر على الفيسبوك. وإذا تريدون نعطيكم تطبيق دراما لايف تدخلوا لي على انستغرام دزوا لي رسالة نعطيكم التطبيق والرابط. خليت لكم رابط مالتي مال انستغرام بالوصف وبالتعليقات المثبتة. صحيفة آس وماركة الإسبانية تشيدان بدور نجوم العراق وتقول يسعى الاتحاد العراقي أن يكون دوريهم الأول في المنطقة. ناهيك عن مشروع الشراكة المستقبلية وهو مشروع الحلم. عدنان درجال التقى مع تيباس رئيس الليجا. منتخبنا الوطني العراقي للصالات يتغلب على السعودية بنتيجة 5-1 في بطولة آسيا. تصريح مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راد شنش لقناة بين سبورت يقول أمام طاجكستان والسعودية يجب أن نستخدم أوراقنا وهي شخصية المنتخب واللاعب العراقي. والأداء الجماعي يتوقع أن يكون هو فرس الرهان للتأهل من المجموعة ثم في المرحلة الثانية نتعامل تعامل مختلف. لاعب منتخبنا الأولمبي علي موسى وزيد إسماعيل ونهاد محمد يقولون لم نكن نتوقع الخسارة أمام تايلاند وقادرين على التأهل. المنتخب القطري يتجاوز نظيره الأردني هذه المرة دون 23 عام بنتيجة 2-1 بعد فوز ريال مدريد على مانشستر سيتي وتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ. بيب غوارديولا في تصريح للتاريخ يقول حتى ونحن بأفضل مستوياتنا لم نستطع إقصاء ريال مدريد إنهم الأعظم بالتاريخ لقد تعبت. لاعب المنتخب العراقي السابق حارس محمد في منشور موجه لرئيس اتحاد الكرة العراقي عدنان درجال يقول كافي مجاملات للمدربين المحليين لأن وقتهم يذهب سدى دون فائدة للمنتخبات العراقية. استعن بالمدرسة الإسبانية في تدريبات المنتخبات الوطنية من الأشبال حتى الأولمبي لأننا نضحك على أنفسنا والسلام. إبراهيم سالم البرنامج هاترك يقول أستغرب عدم تواجد لاعبين مهمين من جيل عماد محمد المميز مع المنتخب الأولمبي الذي يقوده راضي شنيشل. مدرب منتخبنا الأولمبي العراقي راضي شنيشل بعد الخسارة ضد تايلاند يقول نحن الآن في مرحلة بناء. يا أدري ما تقول ليش وقت يخلص هذا البناء قاعد تبنون قصر شعشوع. أركان نجيب يقول راضي شنيشل هو من قام بمعاداة الجمهور العراقي من طلع نزار أشرف ينتقص من زيدان إقبال وأموري فيصل. خطية أيمن حسين وإبراهيم بايش كانوا يتوقعون برشلونة والسيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا وتاليها برشلونة والسيتي ودعوا. برشلونة طلعت من باريس بسداسية ومانشستر سيتي طلعوا من ريال مدريد. ضياء حسين يقول كل ما يحكون وقالوا إحنا عندنا محترفين بأوروبا أريد أعرف وين هم المحترفين بمباراة تايلاند. يعني ما نحتاج نعيد ونسقل ما لعبهم كلهم اول شيء وثاني شيء لعبهم غير مراكزهم ويوسف الامام كان زين بالدفاع والهدف مو سوته. بشار رسم في اخر مباراتين مع المرخيه سجل 3 اهداف صنع 3 اهداف. جليل زيدان لبرنامج كوره يقول مهما حصلت من نتائج للمنتخب الاولمبي في اسيا عليكم التمسك بالمدرب راضي شنيشل ترى المنتخب مو طابو اي مدرب زين يقدر يدرب المنتخب.